مساءكم مصري جدا جدا جدا، وزي ما التاريخ بيقول دايما بكون معاكم بسنت بكرة كل سبت من 2 ل 4 بنحكي في تاريخ مصر القديمة. وبما اننا في شهر نوفمبر وعندنا عيد الحب المصري في 4 نوفمبر، قلت لازم العيد الحب ده، احنا مصر بلد المحبة، اكيد هذا العيد له اصول كتيرة جدا في تاريخ مصر القديمة. دي نمرة واحد. هنشوف النهاردة في الحلقة معانا أكتر من حاجة عن مفهوم الحب. أولا، مفهوم الحب عند المصري القديم. ثانيا، هل عيد الحب له جذور وليه طقس معين عند المصري القديم؟ كمان لازم نروح بقى لأشهر قصص الحب عند الفراعنة وعند الشعب العامة، لأنه زي ما احنا قلنا أنه تاريخ مصر القديم ما ينفعش نقول التاريخ الفرعوني، لأن الفرعوني خاص بالحكام، لكن تاريخ مصر القديم خاص بالحكام وما غير الحكام. طبيعة الهدايا عند المصري القديم، الأدب الفرعوني، أكيد الحب مع أشعار، مع أغنية، مع موسيقى، مع تعبير رمزي عن الحب. هنعرف كل التفاصيل دي. لو حابين تعرفوا قصة معينة من قصص الحب المشهورة وتوثقوها معانا، هيكون معانا أو إحنا معانا بالفعل مساء الفل يا دكتور، دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، هنتكلم كتير. 91.9، وزي ما التاريخ بيقول، وحلقتنا النهاردة عن عيد الحب عند المصري القديم، وفي ضيافتنا الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. مساء الفل، كل عيد حب وحضرتك طيب. أقولها لك بقى بالمصر القديم. أيوة. حب مر نفر. حب مر نفر. حب مر نفر. تكتبوا يا جماعة، هاتوا بقى ورقة عشان لما تحب تروح لمراتك أو خطيبتك تقول لها حب سعيد. حب بمعنى عيد. آه. ومر بمعنى حب، ونفر بمعنى جميل أو حاجة جيدة يعني. يعني عيد حب جميل. فلو إن حتى ما كان بيكتب كلمة مر اللي هي كلمة الحب، كان بيبقى المخصص بتاعها فأس. ليه فأس؟ لان عارف حضرتك هو مجتمع زراعي، فزي ما الفاس بتشق الارض وبتطلع زرع، فهو برضو عايز ايه؟ الحب بيطلع من زي ما بيقولوا طالع من القلب. وما بيكتب كلمه نفر بيكتبها بالقصبة الهوائيه والقلب، باعتبار ان دول اهم المشاعر بالنسبه للانسان. يعني المصري القديم حبيب طبعا. اصلا انا يعني الحلقه دي مبسوط بيها جدا، واختيارك لسبب ان دايما كانت ناس معتقده حتى للاسف في الدراما ان حتى ما يجوا رقصهم بيبقى غريب جدا. والله ابدا، دول ناس زينا وبشر وبيحبهم. تخيلي وسام بلده ايه؟ من ضمن اسماء مصر كل الناس عارفه كيمت، لكن من ضمن الاسماء سماها طامري. طام بمعنى ارض، ومري بمعنى الحب. طامري سمى ارضه بمعنى ارض الحب. حتى من اسماء ملوك في مصر القديمه نبتوي، سيد الارضين. فالفكره كان بيحب ارضه قوي، بدايه الحب حب الارض، ثم حب الوطن، ثم حب الله، ثم وصل العلاقه اللي هي ايه؟ علاقه بين يعني الله. مفهوم الاستقرار، مفهوم الحب عند المصري القديم بدا من حب الارض وحب الله، فبدا يحصل نوع من الاستقرار. حضرتك مش ممكن تحبي او تتحبي اذا كان في نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي. فهو كان عنده اول حكومه مركزيه، وهو كان بس ده الابداع بالظبط، الابداع لازم يبقى الجو بتاعه صح. فاحنا النهارده هنقصل لهذا الابداع، ان دي دوله كانت يعني اصل الكون زي بيقول. فكان في استقرار اقتصادي واستقرار سياسي، وبالتالي وصلنا لمرحله اللي هي مسموها مرحله الحب. حتى النهر بتاعنا سموه نهر الحب، ونفسي حضرتك هبتدي. ثانيه واحده. نهر ايه اللي سموه نهر الحب؟ والله فعلا اللي هو نهر النيل. والله يعني حضرتك اكبر اشهر اسطوره حضرتك عرفاها ايه؟ ايزيس واوزوريس. بس ده قمة الحب. إيزيس بدأ بالست قبل الراجل. مش دي أسطورة حب؟ إن الست اللي زوجها، ما هي الست المصرية كده، ست زوجها في أول الأسطورة عبارة عن إيه؟ أخوه بيدبر له مكيدة وبيحطه في التابوت، وإيه؟ إله ست. لها الشر. هي تبدأ تبحث عنه لغاية ما تروح نواحي لبنان وتجيبه، وبعدين تحمل منه، وبعدين يبدأ بعد كده أخوه ياخده تاني، يقطعه ل 14 جزء ويوزعه. تبدأ هي تخلف منه ابنه، وتبدأ تحافظ بقى فكرة المرأة المصرية لما زوجها يموت. إيه وقت النيل؟ معلش ثانية واحدة. هقول لحضرتك ما بلحقش على المعلومات مع حضرتك. ما هي لما جت تدفنه دفنت اهم جزء منه، دفنه في جزيره بيجا في النيل عند اسوان. ولو رحت حضرتك تزوري معبد فيلة ارجوكي، مش احنا فاكره اغنيه تعودوني بتاعت عمرو دياب؟ سامعينها. ما هي دي معموله في الشبابيك بتاع معبد فيلة. هو كان ذكي جدا هو المخرج ان هو عملوها في المكان ده، لان هي كانت كل اسبوع بتروح عند جزيره بيجا اللي هو موجود في فيلة عشان تبكي على زوجها، لدرجه انه اعتقدوا ان نهر النيل بيجي نتيجه بكاء ايزيس على زوجها
أوزوريس، عشان كده كان اسمه نهر الحب. نهر الحب. فأول قصة أول أسطورة حصلت في نهر النيل وهي بين إيزيس وأوزوريس، وبالتالي بيسموه نهر الحب. وهبقى خلينا في أسوان شوية، لأن آخر قصة إحنا بدأنا بأول أسطورة، تعرف آخر أسطورة أو آخر قصة بقى حقيقية في أول القرن العشرين، جالنا واحد اسمه آل أغا خان. الراجل ده كان جاي عشان يتعالج في مصر، قابل بنت اسمها إيفيت لابيدوس، ده كانت ملكة جمال فرنسا وحبها رغم الفرق الزمني أو السن ما بينه من بعض. تخيل هو جاي راجل يتعالج يتزوج ويقعد في مصر ويدفن في مصر، وله مقبرة مزار للعشاق حتى الآن. يا حضرتك لما تروح البر الغربي لازم تزوري قبة الهوى، وجنب قبة الهوى تزوري إيه؟ تزوري مزار الأغا خان. وعايز أقول لك على الناحية التانية قدام أغا خان بيت محمد منير. طب شايفه هو يعني اختار كمان محمد منير يا جماعه، يبقى الموضوع ما بيجيش اعتباطا. وبالتالي بنقول الناس عايزك تربط بقى الثلاث حاجات دول ببعضها، محمد منير مع الاغا خان مع مقابر قبه الهوى، يربط بينهم قصه حب هنتكلم عليها. وزي ما التاريخ بيقول وحلقتنا النهارده عن عيد الحب الفرعوني، نكمل يا دكتور الحكايه اللي قفلنا بيها حصل. حضرتك عارفه ان اول ما بتخش على فيلة على ايدك اليمين بتلاقي البيت بتاع الكينج محمد منير، وان بنلاقي معبد مهم جدا، معبد اسمه معبد ايزيس، هو معمول لايزيس، معبد فيلة من اجمل المعابد اللي حضرتك تشوفيها، وحصلت في زي ما قلت لك البدايه بتاعته وبدات هذه الاسطوره. وعندنا مقابر قبه الهوى في حاجه غريبه جدا، واحد اسمه ميخو وواحد اسمه سابني، دول كانوا الناس بيسموهم المستكشفين الاوائل. قبه الهوى معلش دي مقابر قبه الهوى، اول ما بتعدي لاسوان قدام محطه السكه الحديد، اول ما بتعبر النيل تجدي مقابر حوالي 17 مقبره للناس المستكشفين الاوائل لافريقيا. تمام. يعني دول كانوا بيروحوا يعملوا استكشافات لافريقيا، يجيبوا من هناك الذهب، يجيبوا من هناك البخور، المر، السمغ، مهمين جدا. واحد اسمه ميخو راح هناك ومات. ميخو ابنه بقى يعمل يسيبه؟ لا. ليه يا عم ما تسيبه؟ قال لانه لو اندفن في مكان غير مصر لن يرى الجنه. ياخد 30 حمار محملين بالهدايا ويروح هناك يقدموا للقراج اللي هناك، ويجي عشان يدفنوا ايه؟ يدفنوا في مصر. دي دليل على ارتباطهم بالارض وحبهم بفكره الايه؟ الارض، لان المصري كان عنده اعتقاد ان هذا البلد هو ارض الحب. وبالتالي لما نعمل معبد ايزيس مع بيت محمد منير مع قبه الهوى، الثلاثه رمز الحب، الله والوطن والارض. حتى محمد منير ما نجحش غير في الموسيقى بتاعته الجميله اللي هي من قلب الارض. لا ازاي يعني؟ لا انا قصدي ان هو بدايته يعني اقصد هو عنده مشروع طبعا يعني، انا بتكلم هو نفسه قسمه عشان بس نصحح المعلومه للناس. منير عنده مشروع وطن كامل، لكن مقسمه مراحل، الحياه الوطن والحياه والحب. حضرتك تقصد الجزء اللي خاص بالوطن. بالظبط حب الوطن. وبالتالي احنا قدام يعني موضوع مهم جدا جدا، يعني ناخدنا يعني دايما الناس تتكلم تقول هل الحب العيد الحب اللي احنا من الفالنتاين او غيره له اصول مصريه قديمه؟ بقول لحضرتك احنا عندنا عيد مهم جدا في مصر القديمه اسمه عيد العناق الجميل. عيد العناق الجميل. اوكي. او في بعض بيسموه عيد الوليمه، انت عارفه دايما احنا اعيادنا لها علاقه بالاكل شويه يعني. العيد ده بيتم خلال اسبوعين، وعيد مهم جدا. أوكي. بتروح فيه المعبوده حتحور من معبد دندره، بتروح تزور زوجها اللي هو المعبود حورس في معبد إدفو. الاحتفال ده لو حضرتك تشوفيه في طقوسه هتقولي مش ممكن، لانه في طقوس كتير جدا تشبه هذا الموضوع. كل سنه لمده 14 يوم تذهب حتحور تزور زوجها. واحد يقول لك ما بيحصلش العكس. لا ما بيحصلش العكس. ليه؟ لان دايما هي بيجي عن طريق نهر النيل، لان معروف ان دندره دي موجوده ايه يعني، جايه من النهر جاي من جنوب للشمال، فهي بتيجي من جنوب للشمال عشان تشوف زوجها. وهذا العيد من الاعياد المهمه جدا، وكانوا برضو بيقدموا فيه زهور، وكان بيظهر فيه اللون الاحمر. طبعا الدباديب ما كانتش موجوده، ما كانتش لسه ظهرت. هنروح ده انما هو عيد الاصل بتاعه عيد العناق الجميل او عيد الوليمه، اللي هو عيد مصر جميل. وعيد الحب الفرعوني احنا عرفنا منك يا دكتور انه اسمه عيد العناق الجميل، وليه علاقه كمان باسطوره ست الحسن والجمال، او اي بنت بقى بتحب او بتتجوز حتحور. طيب انا معايا تليفون استاذ هشام حسين. مساء الفل يا استاذ هشام. مساء الفل يا فندم. منورنا. الله يخليك يا فندم. اول مره اتكلمنا في زي ما التاريخ بيقول. طبعا يا فندم اول مره. انا حضرتك سعيد ان انا بشارك حضرتك، لان حضرتك من الاساتذه المحترمين الاخلاق والذوق، وده كبيره جدا يا فندم. شكرا للراديو كله. شكرا جزيلا يا استاذ هشام. ايه اللي خلاك النهارده تحديدا في حلقه الحب تتصل بيا؟ انا حضرتك كل ما بيجي عيد، عيد الحب او عيد الام، انا بحب ان انا
اكتب حاجات يعني اتمنى انها تكون حاجه سعيده يعني. كان نفسي ان انا اشارك حضرتك. يا حضرتك بتكتب ايه نوع الكتابه؟ ايه نوع العمل الادبي اللي حضرتك بتنتجه؟ انا حضرتك عملت من فتره يعني لما جيت حضرتك ارتبط حاولت ان انا اكتب حاجه وكتبت حاجه للحب. كتب حاجة يا دكتور مجدي طبعاً. انت عارف طبعا يا استاذ هشام معانا دكتور مجدي على الهواء، دكتور مجدي شاكر كبير الاثرين في وزارة السياحة والآثار، والنهارده هيقول لنا حاجات من الادب الفرعوني، نصوص من الادب الفرعوني تخص الحب. طب احنا نسمع اللي عندك سريعا علشان قدامنا فاصل ان شاء الله الاذان نرفع اذان العصر. اتفضل. انا حضرتك كتبت وقلت عايز اقول لكل حبي هحبك لو هتكوني بس يبعد قوليلي كلمة تجرح من الشفايف من العينين، امسحي دم بروحي اللي نزفت من سنين عشان ابقى جدير بيتي واقدر اقولك انا بأمين. مش ابويا هو اللي كان، انت عندي نبع الحنان، انت عندي ذكرى ومكان، انت عندي ينبوع حنين. ايوه تسيبي قلب الشارد وتمسكي بالحب الصاعد، صوتك عندي دايما وارد بالامضاء هشام المسكين. الله، ده انت حاطط اسمك كمان، حاطط اسمك في القصيده. لا ده انت يعني انت يعني انت قاصد. الله يخليك يا بختها يا سيدي. عرفت بقى ان عيد الحب كمان اسمه له اصل فرعوني، اسمه عيد العناق الجميل. انا سمعت حضرتك من الدكتور وانا سعيد جدا 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 ان انا سمعت صوته النهارده، لانه من اعظم الناس اللي انا فعلا بحبه. الله يعزك. انت نورتنا يا استاذ هشام، ودايما كلمنا، مش لازم يعني عيد الحب ولا حاجه، كلمنا سمعنا شغلك كده. الله يخليك. تسلم لي، نورتني. الف الف شكرا. مع السلامه. مع السلامه. وزي ما التاريخ بيقول ميعادنا اسبوعيا كل سبت من 2 ل 4. دكتور مجدي بنتكلم النهارده في عيد الحب عند الفراعنه. مش عايزين ننسى عمرو دياب بس. ايه بقى عمرو دياب؟ ايه صحيح؟ هو اصله ولدياتي من بلد جنب اسمها سنهوت، الناس ما تعرفش سنهوت، سن بمعنى ابن وهوت بمعنى الجميزه، فهو البلد كده اسمها ابن الجميزه. واحنا عندنا قصه مشهوره جدا لواحد اسمه سنوهي او سنهاي، يعني سنوهي من القصة الجميله جدا. كان برضه واخد نفس الاسم. فاعتقد المدينه دي او القريه دي تبع مركز مياه محافظه الشرقيه، من المدن الاثريه المهمه جدا جدا، جايز حتى الان ما ظهرش فيها كتير، انما بقول لحضرتك اسماء مدننا واسماءنا الشخصيه فيها كتير جدا مصر القديمه. انا قبل ما ابتدي في قصه الحب عايز اعمل مع حضرتك مسابقه انت والمستمعين. مسابقه؟ اه والله. هقول لك قصيده شعر كده وتقول لي دي ايه الاغنيه اللي احنا موجودين دلوقتي مشابهه ليها. حلو ده. طيب ويا ريت المستمعين يكتبهم يقولوا معايا. خلوا بالكم، في واحده في مصر القديمه من اكتر من 3000 سنه في برديه اسمها برديه شستر بيتي، البرديه دي موجوده في المتحف البريطاني في انجلترا. تمام. برديه غزل فيها 7 قصائد غزل حب ما بين ولد وبنت. بتقول له ايه؟ لقد اثار حبيبي قلبي بصوته وطرقني فريسه لقلقي وتلهفي، إنه يسكن قريبا من بيت والدتي ومع ذلك فلا أعرف كيف أذهب إليه. ساكن قصادي. الله. لا والتانية بقى ياما القمر عليه. على الباب. على الباب. ده بتكمل بقى بتقول. المسابقة دي فيها جايزة؟ في 2 جنيه. طيب. بتقول ربما تستطيع أمي أن تتصرف حيال ذلك ويجب أن أتحدث معها وأبوح لها إنه لا يعلم برغبتي في أن أخذه بين أحضاني. يعني معنى كده كان البنت ممكن تتكلم مع مين؟ مع امها وتقول لها بحب فلان عادي جدا. ياما القمر على الباب. التانيه بقى دي لو عرفتها تبقى يعني فنانه يعني. ماشي. بتقول لقد اصبحت لا اعرف كيف ارتدي ملابسي ولا اضع المصاحيق حول عيني ولا اتعطر ابدا بالروائح الزكيه. ياما اظن. لا في حاجه تانية. طب قول تاني كده يا دكتور معلش. يعني بتقول لامها انا لقد اصبحت لا اعرف كيف ارتدي ملابسي ولا أضع المصحيقة حول عيني ولا أتعطر بالروائح الزكية. ما تزوقيني يا ماما. هي الأقرب ليها يجابوا لي عايز فنجان إيه؟ إيه؟ قهوة. هي تايهة. مش عارفاها. ما بتقول يجابوا لي عايز فنجان قد إيه أعمل له شاي وأديه لأمي شادية. والله بتقول ايه بقى كلامك؟ ما هي البنت بتقولي جابوا لي عريس فنجان قهوه اعمل له شاي واديه ايه؟ واديه لامه وخيالك يجي على سهوه ما فرقش ما بين خالي وايه؟ خالي وعمي. فهي البنت في مصر القديمه هي شاديه لما قالت نفس هذا الايه؟ هذا الموضوع، وبالتالي
كان في برديات وكان في حب وكان في غزل، لدرجة ان يعني لما تسمعي بقيت هذه البرديات تقولي مش ممكن نكمل مشاعر، وكلها مشاعر مستمدة من البيئة، بس كانت خلاصتها ان هي كانت نوع من الحب الغزل زي ما بيسموه الغزل العفيف او الغزل الجيد. ولكن مع اول يعني حب في الدنيا كلها، مش عايزين ننسى الست اللي احنا بنغني لها في رمضان، وحو ياح اياح، ملكة اسمها اياح حتب. اياح حتب الملكة دي كانت جت في تجربة الأسوس. ربت لا هي كانت جاية في الأسرة، بداية الأسرة 17. أوكي. المرأة دي كان عندها ولدين كاموس وأحمس، ومن كانت متزوجة حسن مسكن الرع، وكانت البلد نصها الشمالي لغاية المنيا وأسوط محتلية من الهكسوس. المرأة دي بدأت تدفع زوجها لابد أن تنتقم لمصر، فقام زوجها سكن الرع اللي حضرتك ممكن تشوف الموميا بتاعته موجودة في متحف اللي هو الحضارة، مضروب بحوالي 17 بلطة، يعني راجل استشهد في سبيل الدفاع عن بلده. هل الست دي تستكفي عندما يستشهد زوجها؟ بعتت ابنها لكي ينتقم لمقتل أبيه ويحرر بلده اللي هو اسمه إيه، كاموس. وموم برضو الولد ده استشهد، وبدأ الجيش يتفرق، وبدأت تحصل مشاكل كبيرة جدا في مصر. نيجي بل ما كانش عندها غير واحد. المرأة الجميلة دي ارتدت الملابس العسكرية ولمت الجيش، وبدأت تقف ورا ظهر ابنها أحمس. أحمس اسمه إيه؟ يحمس، إياح بمعنى القمر، ومس بمعنى الولد، ابن القمر. شوف القمر ده حاضر جدا على فكرة. القمر يعني سبحان الله، يعني احنا رابطين القمر بالحب أصلا من زمان بالتأكيد، وهي مسميه كده ابن القمر. فالست دي لما راحت هي وابنها انتصر على الهكسوس، وأدركت بحسها العسكري أن حدود مصر مش تقف عند سيناء، طردتهم لغاية من البلاد اللي جم منها اللي هي نواحي فلسطين وسوريا. وهي رجع قالوا لها وحوي وحوي، يعني نورتي أو أشرقتي أيها الإيه القمر. فقصة حبها حب للبلد، حب للوطن، حب للأولاد، ضحت بزوجها، ضحت بابنها. فمن أنا بعتبرها ستي نفسي نعمل عنها فيلم، لأن أنا باختصر لك في دقيقة، إنما قصة حبها لأرضها وبلدها، وإن هي تضحي بزوجها وتضحي بابنها. ده يمكن لما اكتشفوا مقبرتها لقوا فيها يا استاذ بسنت، لقوا معاها البلطه اللي كانت بتحارب بيها، ما لقوش معاها مكياج، البلطه، ولقوا معاها وسام الذبابه اللي هو ارفع وسام عسكري في مصر القديمه. انا بحاول في الحلقه دي اخلي الاغاني كلها انت بتجيبي لنفسك. هتقولي لي بقى هي بتقول ياما القمر على الباب. ايوه. تعرف ان انت ما بتقابلي امك ربنا يبارك لك فيها وفي عمرها، بتقول لها انا بموت فيكي. كلمه موت دي أرجوك يعني قريه، دي من القاموس بتاع اللغة العصر القديم، قائمة جاردنر. الدلالة الصوتية موت بمعنى النطق. بمعنى أم أو ولد. وصور عليها إيه، طائر ومعروف للمرأة. طب الدكتور أستأذنك، عايزة بس الكاميرا تشوفها. يعني مصورها بثلاث حاجات رموز مهمة جدا. مصطفى باينة في الكاميرا عشان الحلقة لما تنزل على اليوتيوب. صور الأم على هيئة طائر، ومعروف ان هي كده. واللي جنبها البسيطه دي قطعه خبز، لان الام هي اللي بتاكل. والمراه قاعده. المراه لازم تبقى مستقريه عشان تدي ايه، تدي حنان وتدي استقرار وتدي كل شيء. أوكي. فموت، فانت لما تقولي لماما انا بموت فيكي، يفتكر ان دي كلمه موت هي ايه، بتسمعنا دلوقتي انا بموت فيكي. يا ماما ربنا يبارك لك فيها. فبالتالي احنا بنقول حاجات كتير جدا مستمده من ايه، من الحضاره. عشان قلت لحضرتك عندنا قصة حب مهمة جدا جدا بين الملكة حتشبسوت اللي الناس كانت عارفة ان هي ست، عشان في ناس تقول لك ايه، هم احنا في انتخابات لسه الامريكية راحة وقال لك ده مجتمع محافظ. بقول لهم والله احنا كنا من اكتر من 3000 سنة احنا كنا مجتمع منفتح، وخلينا واحد اسمها الملكة حتشبسوت امرأة تحكم، والكهنة كانوا عارفين، وقبل قواد الجيش كانوا عارفين امرأة، بس عندما تظهر الخارج ده بروتوكول، ترتدي الملابس الايه الرجال، انهم ما يعلموا تماما ان هي ايه امرأة. وقعدت يا استاذة بسنت 20 سنة، ولكن القصة بتاعتنا بقى حبت واحد اسمه سنموت. سنموت سن بمعنى ابن، ومود بمعنى أمه، ابن أمه زي سنموت بتاع عمرو دياب. بس دي بقى سنموت احنا سألين أمه ايه سنموت، عايزين برضو المستمعين يعرفوا، سن بمعنى ابن ومود بمعنى أمه. فما نقول الواحد يا ابن أمك ما تزعلش، ده كان عندنا مهندس اللي هو صمم معبد الدير البحري كان اسمه ايه سنموت. حصلت قصة حب بينه وبين حتشبسوت. واحد يقول لي ازاي، كان عندها بنتين ما كانوش ولاده، دايما كان عمنا سنموت متصور وهو بيحضنهم، وأدته أكتر من 80 لقب، وخلته الوحيد اللي سمحت له يضمن مقبرته في قلب معبدها، لدرجة إن كان في نفق ما بين المقبرة والمعبد، قال عشان زي ما كانوا بعض في الدنيا يبقوا بعض في الإيه في الآخر. لكن أنت عارفة المصريين وقالوا له بقى الإشاعات فضلت إيه؟ فضلت تكبر تكبر تكبر، لغاية ما لقينا في أحد المقابر واحد عامل جرافيتي لوضع غير سيء ما بين الملك وبين سموت. لما سمعت كده فضلت من حاجتين، قلبها ولا وطنها ولا بلدها؟ قالت لأ، اختفى عن سموت ولم يظهر في التاريخ مرة أخرى. اختفى ايه، موتته ولا ما نعرفش راح فين. حتى المقبرة بتاعته، حتى المقبرة ده بلد، يعني هل البعد السياسي، انت عارفة المرأة المصرية جبارة عندما توازن ما بين العاطفة
والواجب الوطني لا. فبالتالي بعد يعني قصة حب كانت تعتبر مثيرة جدا، لكن ما زالت مقبرته عايزة تعرف علم الفلك في مصر القديمة، زوري مقبرة هذا الملك اللي اسمه كسموت اللي حصلت قصة حب. اعتقد نتمنى الناس كلها عارفة حتشبسوت حتشبسوت اللي قفل عليك تابوت، لا والله عندنا حتشبسوت تانية اللي قد قلت لها قصة حب مع سنين تحقيقة ان هو حتشبسوت. وزي ما التاريخ بيقول، وحلقتنا النهاردة عن الحب عند المصري القديم وقصص غرام المصريين القدماء بمناسبة عيد الحب المصري. عرفنا انه عيد الحب اللي هو مفروض في نوفمبر اصله عيد مصري اسمه عيد العناق الجميل. الجميل يعني يشبه بعضه. اتكلمنا على قصة حتشبسوت وسينوموت. عندنا بقى حد مهم جدا، شجرة الدر. لا يعني قبل شجرة الدر عايزين نذكر هي مش فراعنة بس يعني بس طبعا قصة حبها قصة مهمة، وان هي تخفي خبر وفاة زوجها. الست دي حكمت مصر في ظروف صعبة جدا، هي مسكتش حاجة و81 يوم ولكن لولا ذكائها وعبقريتها يعني شجرة الدر دي 81 يوم كل القصة دي. بس الفيلم بتاعه اسلامه هو اللي عمل هو اسلامه نفتكر عنها للاسف ان هي انضربت بالقبايب زي ما حتشبسوت نفتكر ان هي قفل عليك حلوه تابوت. انما المرأتين دول عملوا في تاريخ مصر لا يعني تاريخ يستاهل. يعني شجرة الدر ما انضربتش بالقبايب؟ لا هو النهايه، انما انا بكلم عن دورها. انا نفسي نعرف الدور الحقيقي هذه المرأة لولاها ممكن لو حضرتك ما كناش قاعدين، ما كانتش حصلت معركه المنصوره اللي سميت على اساس المنصوره وتغير التاريخ المصري كله. وبالتالي لولا ذكاء هذه المرأة ان هي تخفي خبر زوجها الصالح نجم الدين ايوب وتبدا لمده عده ايام لغايه ما تجيب ابنه طولان شاه وتدخل له الاكل وتوهم الناس اللي حواليه ان هو عايش، لدرجه ان هي كانت في بعض المراسيم هو كان مضى عليها بدات تتعامل ان هو بيطلع مراسيم وكانه عايش بالظبط لغايه ما جاب ابنه طولان شاه وتولى الجيش. فلولا هذه المرحله وذكائها كانت الدنيا راحت، كان لويس التاسع ما كانش بقى في دار ابن لقمان، كان زمانه في كل دار موجود. احنا لسه عندنا يعني في المنصوره الدار يعني بنروح طبعًا نسلم طبعًا عليه كل طبعًا جمعه. وفي المعركه دي تحولت المنصوره طبعا لسه بحكي العلا اخذت الاسم من جزيره الورد للمنصوره. طبعا طيب نروح بقى للفراعنه عشان يعني انا يهمني لان في عندنا دايما في الملكه اللي هي اثرت قلب هتلر. هتلر احنا بنعرف انه الراجل بتاع حرب ولكن لما جه في الثلاثينات الملك فؤاد حب يرجع التمثال بتاعها اللي هو موجود في ايه في المانيا في متحف برلين. مدير المتحف ثانيه واحده حب يرجع تمثال مين؟ الراس بتاعت نفرتيتي. ايوه طبعا عشان بس نفهم مع حضرتك حضرتك عايزك غزير واحنا عايزين نبقى مدير متحف برلين الراجل الذكي ده اللي هو اللقطه دي كان حصل وقت التاريخ اتغير. قال لهتلر تعالى ودع الملكه شوفها مره قبل ما تمشي. فدخل قعد معاها شويه خرج ليهم قال لهم مستعد ان احارب مصر والعالم ولا تعود هذه الايه الملكه الى مصر مره اخرى. يعني مدير متحف برلين دعا هتلر عشان يشوف الملكه يشوف تمثال الملكه. طب عشان افهم مع حضرتك انا علمي على قدي. طيب مدير متحف برلين دعا هتلر يزور المتحف ده يودعها وقال له تعالى ودع الملك انت وافقت ترجعها رجعها. لا نقول تمثال الملكه بس عشان نفهم معلش صوره منها ايوه يعني التمثال يودع التمثال. فدخل هتلر وقع في غرام التمثال. تمام نرجع بقى لاخناتون. الراجل ده كان بيعشق نفرتيتي او اسمها كان نفرتي الجميله اتت. شوفي اسمها حلو ازاي نفر بمعنى جميله وإتي بمعنى أتت. فالجميلة أتت. ما أنا هنا في الراديو مسميني بسنتيتي بس أنت أتت. فهو كان بيحبها وخلف منها ست بنات. تمام. ودايما نجد إن هو كان بيقول لها عبارة مهمة جدا، كان بيقول أقسمت بك يا الله أن تجعلني نورا في قلبها لا ينطفئ وأن تجعلها عمودا في ظهري لا ينكسر فأنا منها وأنا مني وهي مني وكلانا سر وجود الآخر. تخيل يعني يا سلام. يعني أنا سمعت كمان إن معبد أبي سمبل مكتوب لا احنا هنقول بقى لأن فرتاري التانية الناس بتخلط مني فرتيتي وأنا فرتاري. هنختم بإيه يا دكتور مجدي في حلقتنا النهاردة؟ نهيتي بتقولي إن فرتاري طبعا فرتاري غير نفرتيتي. نفرتيتي دي زوجة إخناتون وأنا فرتاري دي زوجة رمسيس الثاني اللي بيعتبروه كده سيد البنائين لأن هذا الرجل عمل مجموعة من الإنجازات مهمة جدا وعمل معبد لزوجته. دي من أوائل الناس اللي عمل معبد كامل اللي اداله هديه وكتب فيها اجمل وارقى عباره غزل في الدنيا هي التي مش تشرق الشمس هي التي من اجلها اشرقت الشمس اصلا. فبالتالي العباره دي ما زالت موجوده على العمود رقم 2 وانت داخل على ايدك الشمال. وشبهها كمان لما جه يعملها مراته عملها بمعبود الحب اللي هي حتحور. يعني التماثيل بتاعت هذه الملكه واخده معبد حتحور. وارجوكم لما تروحوا مقبرتها اللي هي موجوده في وادي الملكات
كل الفنانين بتوع الاكسسوار وبتوع الفاشنز يروحوا يزوروا مقبرتها، لان مقبره الملكه نفرتاري اللي في وادي الملكات من اجمل المقابر اللي ممكن تشوفيها، وعشان هي امراه جباره مصريه، انت عارفه الشخصيه المصريه لم تسجل ولا مره اسم زوجها في داخل مقبرتها ولا منظر له، المقبره كلها لا هي فقط مناظر. ده انانيه دي. لا مش انانيه، هي السيده الاولى. فحتى لما عملت عمل لها معبد جنب معبده، عمله في مكان عبقري سواء سياسيا او دينيا. الناس تسال كتير جدا ايه اللي خلاه بنى المعبد ده في يا جماعه مش في الصحراء، ده هو بنيه عشان الحدود، عشان الناس الجواب بيبان من ايه، من عنوانه. وعمله في منطقه لها علاقه بمدار السرطان والتعامد وبالتالي فكره عيد ميلاده وتتويج نفس اللي بعملها لك على حضرتك، عشان وقت حضرتك انا عايز بقى شهاده الحب اللي طه حسين كتب ليها دعاء القروان، واللي عمل استراحة وقعد جنبها واحدة اسمها كده إزادورة في منطقة تونة الجبل في المانيا. البنت دي 18 سنة، هي كانت بتحب ضابط مصر، قصة حبها تعمل فيلم والله، عاملين حفلة للمعبود شحوتي، هي إزادورة دي شافت حابي الضابط المصري حبته، وفضلوا يتقابلوا في السر، أبوها عارف لا بقى ما قابلش الجوازة، راحت يعني وآخر حضن ماتت في النيل لما سمع العميد القلب العربي طه حسين هذه الحكاية. قال لا، راح بنى استراحة هناك وقعد، وكان كل سنة يختفي 3 أشهر وكان بيعمل زي ما حابي يعمل. حابي لما موتت يعني للأسف اللي هي خطيبته دي، لأن أبوها حنطها وعمل لها يعني مقبرة جميلة جدا على القوقعة، فكان بيروح يقابل لها مسرجة، فهو كان طه حسين كل سنة يعني إيه؟ مسرجة يعني يولع عليها زي شمعة. فطه حسين برضو كان في 3 شهور دول يروح من الاستراحة كل يوم يعمل زي ما كان حابي يعمل يفعل. لا وانا زيدك من الشعر بيت ان دعاء كروان نفسه متصور جوه تون الجبل، وبالتالي في علاقة ما بين شهادة الحب وهذا الرجل اللي هو بيسموه عميد الأدب العربي. طبعا عندنا حاجات كتير، انما عشان وقت حضرتك كل عيد حب وكل المصريين بخير.